هاي، السلام عليكم، شلونكم، شخباركم؟ اليوم راح أسوي لكم لوك بث هارمون من مسلسل The Queen's Gambit على نتفليكس. وايد حلو المسلسل، يعني يومين شفته 3 مرات. فأول شي راح أبلش إن أنا ألزق ويا العارضة، يمكن كل اللزقات اللي أنا أملكها، ما أدري ليش سويت كذي، بس عشان أحاول إن أنا أغير من ملامحها أو أبعاد وجهها شوي وأضغطهم وأخلي شوي مثلث صوب الحنج كثر ما أقدر علشان يكون قريب يعني. وبعدها بلشت ان انا افتح حواجب العارضة اللي هي ما شاء الله كانت جدا 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 كثيفة ويبرة، حطيتها اللونين وبعدها الصم، وحاولت اني ألزقه خلي فلات حيل على الوي، وايضا اطراف الحواجب. يعني هذه كانت بالنسبة لي اكثر تحدي انا واجهته اللي هي الحواجب. حطيت لها كونسيلر نارس بهذه الطريقة، غطيت الاماكن اللي انا ما أبيها تبين، وأيضا في هذه المنطقة حاولت أني أنا أغطي أيضا تصبغ اللي فوق جفنها. طبعا نسيت في هذه المرحلة أن أنا أكون مرطبة وياها، فرطبت وياها. يومها كان وايد أكشن وأنا يمكن ما كنت على بعضي، بس الحمد لله مشى الحال. طبعا بشرتها شوي تصحر، عشان كذي أنا ركزت حيل في ترطيب البشرة، حطيت لها هذا اللون الفاتح عشان أثبت الكونسيلر فوق جفنها، باليتة جلسي ميك اب فوريفر، وايضا ابي اللون ابيض اكثر على اساس اخلي كثر ما اقدر ان شكل جفنها مو غاير نفس ما هي العارضه، انه يكون شويه فيه تبطينه. وايضا بلشت اسوي الايلاينر. اقول لكم على بعضي، رديت ارطب شفايفها لان هم نسيت ارطب الشفايف من كلارنس. بعدها كملت الايلاينر شوي شوي، قمت ابني، حاولت كثر ما أقدر إن أنا أسوي شكل العين المتباعدة. طبعاً لو تعرفون وتلاحظون إن بطلة اللي The Queen's Gambit، البطلة نفسها تملك ملامح يعني يونيك وغريبة بشكل الكل يتكلم عن ملامحها الغريبة والمتفردة، يعني مستحيل نحصل قالب مشابه لآنيا اسم البطلة اللي هي بث. طبعاً شوي شوي قمت أبني العين كثر ما أقدر عشان أخلي عينها تصير وايد كبيرة وفيها هذه نظرة البراءة. حاولت أن أسوي شكل الآيلاينر البنجة اللي تكون قبلها تخلص العين. ركبت لها هذه الرموش البسيطة جدا، أغلب المنتجات راح تلقونها في تحت الفيديو. من باليتة ميك اب فوريفر حاولت أني شوي شوي أخليها شاحبة أكثر، أخليها يعني بيضة أكثر، مع أن أنا كان بس أبي عرضة بيضة وشايفها طبيعية، بس هذا اللي كنت طالبته، ما بملامح قريبة من ملامح البطلة. بس إنهم شحبتها أكثر، خليتها شوي على بيضة، ومثل ما أنتم شايفين شوي عارضة عندها تفخات تحت العين. فأنا قاعدة أحط لها التكنيك اللي هو أسوي البافينج، اللي هو أحط الفونديشن أدمجه حيل بالبشرة. طبعا لازم نصور حركات كذي، جدا جدا لطيفة هذه العارضة، وايد لطيفة، وايد استمتعت معها، وبطلة وفنانة. شوفوا تمثيلها بالفيديو يعني صدق فنانة. لو تلاحظون أنا من الباليتة نفسها أخذ اللي شوية على بينك وحطها صوب الزراق اللي كان تحت عينها بهذه الطريقة، وأيضا بعدها أروح أحط اللون البيجي علشان أضبط تحت العين وأخفي شكل التفخات. حاولت بطريقة التلاعب بملامح الوي هالمرة بالإنارة مو بالكونتور يعني في البداية، بس علشان أعرض أكثر الوجه وأغير الشيب مال أنف العارضة. العارضة بعد هذا الشغل كل شوي أقولها راح تكرهيني راح تكرهيني، بس الحمد لله كلش ما كرهتني. ثبتها في لوس بادر من لورا مرسيه. أنا بحاول أن أخلي هذه الشخصية والكاركتر أنها تكون حيل مطفية، مع أن بشرة العارضة جافة، لكن عشان شي كثرت ترطيب واستخدمت فونديشن قوامة كريمي. بعدها حاولت اني انا اخفي رموشها السفلية في قلم من نيكس لونه بيجي، يعني احطها داخل العين، وايضا اصبغ الرموش علشان ابني العين من اول وجديد. اسويها احاول اني اقربها الى الشخصية من فوق وتحت. بعدها باليتة دبان اللون الفاتح، ايضا حاولت اني اثبت القلم الكريمي. بعدها اخترت لها لون شويه على الرمادي، حاولت اني اعمل شكل
خط العين السفلي لتحت عساس أعطيها هذا النزول. ومن باليتة ديور استخدمت اللون البيجي الرمادي، وحاولت أني أعرض شكل أنف العارضة وأقصره بهذه الطريقة علشان يقرب لي إلى الكاركتر نفسه. حتى لو ما نجحت في تقريبها 100% مثل ما قلت لكم، العارضة أو البطلة ملامحها جداً جديدة على العين، وهذا اللي مخليها مميزة جداً. فشوفوا الفيديو، لأن أحس أن تمثيل العارضة والتصوير وكل شيء كان وايد حلو. ما أدري هذا رأيي، أشوف إذا يعجبكم ولا لا. بعد هالدمج أكيد هذه الطريقة قاعدة أحاول للحين أنا أعدل وأضبط الأنف والسوالف. هني قاعدة تقنعني غصب أشوف مسلسل آخر، تقول لي إن أنت ما عندي سالفة ما شفتي هذا المسلسل. وأيضا هذه الحركة علشان تعطيني التفخة، بس هالمرة أنا أكون مسوية كنترول عليها عساس تعطيني حجم عين أكثر. طبعا تميز الممثلة اللي أنا بحاول أقل شخصيتها بالشفايف الجميلة والجديدة على الساحة. حاولت إني أعمل هذا الكنتور بهذه الطريقة والبلاشر الكريمي من ميك اب فور ايفر. ومن نيكس حاولت اني ارسم شكل شفايف البطلة بهذه الطريقة. وروج من شارلوت تيلبري. وللأمانة انا يمكن الافتر ميك اب ما راح يكون مصور هني، لان انا شوي ضبطت عليه اكثر ورتبته، خصوصا حواجب وباقي الميك اب. فكان كامل الميك اب يعني فنشته قبل لا ننزل الست حق التصوير، بس ان شاء الله يعجبكم. واذا ما عجبكم الميك اب يعني تشوف التصوير راح تحبونه ان شاء الله، وحتى تمثيل العارضه والازياء وكل شيء. ثانك يو جايز، اشوفكم على خير، باي.